يا عم اتفضل ليه؟ والنهارده ايه بقى؟ نزولك النهارده ليه؟ النهارده يعني موضوع القدرة على الحشد دوت ده في حد ذاته نجاح كبير للثورة. الثورة بعد مثلا يعني أكثر من 4 شهور من رحيل مبارك بفضل الله الناس عندها لسه استعداد، فده بيبين إن إحنا قدرنا على الحشد وإن إحنا ما زلنا متيقظين. يعني أي أهداف مش هنحقق إن شاء الله نيجي تاني وتالت، الناس ما نسيتش الأهداف بتاعتها إن شاء الله. اسمك وحضرتك خلصت دراسة ولا لسه بتدرس؟ أه أنا خلص الحمد لله. في إيه؟ مخلص قرارات ترجمة جامعة الأزهر. جامعة الأزهر إن شاء الله. شباب الأزهر. لكن هم دول المصريين واكتر من كده كمان. اسمك كده كفايه بقى على طول باعك اهو وقت وقت. ده صحتك عامل ايه؟